هلا وصلنا لفقرتنا الرئيسية، شو صار؟ موضوعنا الرئيسي اليوم هو فصل مئات العاملين في المدارس السورية داخل مخيم الزعتري. أساتذة سوريون وبعد سنوات من التدريس في المخيمات وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها خارج نطاق العملية التدريسية. وفي حين بررت اليونيسف هذه الإجراءات بسبب عدم وجود تمويل كافي، يرد بعض من فصلوا أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولة الضغط على اللاجئين من أجل العودة إلى سوريا. عن القرار الجديد والشكوك التي شكلتها لدى المفصولين وداخل مخيم الزعتري هو ما سيكون موضوع تقريرنا التالي، وبعد نعود للنقاش. يعيش اللاجئون السوريون في مخيمات الأردن هذه الأيام أوضاعا صعبة في ظل توسع الفجوة المتعلقة بالدعم المقدم للاجئين السوريين، وكانت آخر فصول هذه المعاناة ما جرى قبل يومين عندما اتخذت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف قراراً بفصل المئات من العاملين في المدارس داخل مخيم الزعتري. وبرر مسؤولو المنظمة في المخيم هذا الإجراء بسبب النقص الحاد في التمويل وعدم التزام الدول المانحة بتقديم ما تعهدت به من أموال للمنظمات الإغاثية، إذ بلغ الدعم المقدم للاجئين في الأردن هذا العام ما يقارب 21% فقط من احتياجاتهم. لكن في المقابل يشعر بعض من أخبروا بضرورة ترك العمل أن هذه الإجراءات تأتي في سياق دفع اللاجئين للتفكير بموضوع العودة للبلاد، شعور يبدو أنه بدأ يلقي بظلاله على من يعيشون في هذا المخيم، خاصة بعد الحديث عن عودة العلاقات التجارية بين الأردن والنظام السوري خلال الفترة القريبة القادمة. ويعتمد أهالي مخيم الزعتري في موضوع التعليم على عدد من المدارس التي تدعمها المنظمات الإغاثية والإنسانية، من هنا يخشى البعض أن يؤدي استمرار النقص في التمويل إلى انهيار العملية التعليمية داخل المخيم. فهل تنجح اليونيسف في إنقاذ الوضع؟ وماذا عن مصير من تركوا عملهم في التدريس؟ للحديث أكثر عن هذا الموضوع رح نستضيف عبر السكايب الناشطة الحقوقية ديما الخرابشة، وفي الاستوديو أحمد طلب الناصر كاتب وباحث في الشؤون التعليمية. مساء الخير لكم. قبل ما نبدأ حوارنا رح أطرح سؤال حلقة اليوم، هل تعتقد أن فصل المدرسين في مخيم الزعتري خطوة لإجبار اللاجئين فيه للعودة إلى سوريا؟ تقدروا تجاوبونا بالتصويت والتعليق على صفحة تلفزيون سوريا على الفيسبوك. ديما مساء الخير من جديد، ما هي الأسباب حسب معلوماتك اللي تقف وراء قرار الفصل؟ مساء الخير جميعا من عمان. في البداية يجب توضيح بأن كلمة فصل في هذا السياق ليست هي الصحيحة، لأنه لم تتم العملية بمبدأ الفصل، فهنالك شبه عقود بين المعلمين أو مساعدين المعلمين. بهذه التسمية كانت العقود بين اللاجئين، بعض اللاجئين السوريين بالإضافة إلى بعض المعلمين الأردنيين في المخيم، وبين اليونيسف تحديدا. الأسباب الرئيسية والتي وضحها بيان لليونيسف منذ يومين بأن الدعم يتقلص تدريجيا منذ بداية العام السابق، ليس العام الحالي الذي نحن نعيش به الآن، لا، المشكلة هي امتداد لما سبق من ذلك. وبرأيي الشخصي وتحليلي بأن هذه ليست البداية، وإنما ستكون هنالك تبعات أخرى، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتقليص كل نسب الدعم عن كل المنظمات الدولية، ليس فقط الأمم المتحدة بشكل خاص، وإنما كل المنظمات الدولية التي تعمل في الإغاثة والقضايا الإنسانية والحقوقية بشكل عام، مما تأثرت كل المؤسسات التي تعمل إن كان في الأردن أو في كل دول العالم في هذا الخصوص. وإن كنا نذكر أن بمطلع استلام الرئيس الأمريكي ترامب قام بتخفيض هذه المساعدات، وأعلن بشكل رسمي بأن لم يعد هنالك أي مزيد من الأموال اتجاه القضايا الإنسانية في الشرق الأوسط بشكل
خاص وعلى مستوى العالم بشكل عام. نعود إلى مبدأ الفصل، هو ليس فصل، هم أبلغوهم بأن لن يكون هنالك تجديد للعقود، وفي بعض الحالات لم يكن هنالك أصلا عقود بينهم وبين العاملين كمساعدين معلم. فكما يعني تواصلت مع بعض الأشخاص الذين يعني وقعت عليهم هاي الحادثة القرار. بأن لم يكن أي هنالك القرار من قبل الهيئة، لم يكن هنالك تعاقد بشكل مباشر، هنالك متعاقدات بشكل مباشر وهنالك عقود وهنالك مجموعة أخرى لم يكن هنالك أي عقد بينهم. يعني ما عم تسمي حضرتك فصل، لكن هو المتعارف عليه بهيك حالات بيكون في تجديد يعني شبه روتيني عادة، صحيح؟ لا، الأساس في العقود الإيجاب هو القبول، الأساس في العقد بين أي متعاقدين الإيجاب والقبول من الطرفين، فهنالك إيجاب من طرف الأول ولكن ليس هنالك إيجاب من الطرف الثاني، فبالتالي يصبح العقد لاغي، لا يمكن أن نقول فصل. الفصل هو يعني الاستغناء في وقت ما عن الخدمات، ولكن هنالك المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه العقد وهو الراتب. إذا عدنا إلى الحلقة الأولى والتي هي عدم وجود قدرة على الدفع، كما علمت أن هنالك من ما يقارب الثلاث أو الأربع شهور هنالك تأخير في تسليم الدفعات المالية أو الرواتب في بعض الأوقات لمساعدين المعلمين والمعلمين في المخيم نتيجة قلة التمويل الذي تلقته اليونيسف منذ بداية العام ونهاية العام السابق. رح نرجع أكيد للحديث معك ديما، ولكن بدي انتقل لضيفنا بالاستوديو سيد ناصر. يعني الأساتذة اللي سمعوا بالقرار واللي شملوا القرار اعتبروا أنه هذا الموضوع مجحف بحقهم، يعني رغم أنه اليوم كان في تصريح من وزير الخارجية الصفدي قال أنه لن يكون هناك إعادة للسوريين بشكل قسري. خلينا نقول كيف ممكن توصف هذا الموضوع، أو فعلا هن طبيعي أنه يكونوا عم بيحسوا بهذا الشعور أنه إحنا ممكن هذا الشيء يهدد وجودنا بالأردن؟ كبداية هو قرار مجحف، إجباري مجحف، لأنه الوضع وضع السوريين بشكل عام في الأردن يعني معروف حجم التضييق الذي يحصل، وخاصة في مخيم الزعتري. يعني المعلم السوري بشكل عام ليس لديه أي إمكانية بالعمل خارج المخيم وبأي مهنة أخرى. يعني أساسا الدولة الأردنية بشكل عام تعاني من بطالة كبيرة جدا. فالآن المسألة تتعلق بناحيتين إذا صح التعبير. الناحية الأولى أو المنحة الأول الذي يتعلق بالطلاب، الطلاب الذين تجاوز عددهم حوالي 20,000، يعني نتكلم عن 10 أو 20 بمخيم الزعتر طفل يعني تلميذ، وأيضا بالنسبة للمعلمين الذين تجاوز عددهم، طبعا السوريين تجاوز عددهم يعني 670-674 معلم. هذا القرار جاء يعني من دون أي تحذيرات مسبقة، ثم يعني تحدثت ضيفتكم الكريمة في الأردن حول آلية التعاقد ما بين اليونيسيف وما بين آلية التعاقد تحصل ليس بشكل نظامي مثل كموظف ويتم تعيينه أو توظيفه أو مثل ما تفضلت، لكن المعلم هناك طبعا سمته المعلم مساعد او مدرس مساعد، نحن يطلق عليه المدرس المتطوع اساسا، هو بصفه متطوع، وما ياتيه من اليونيسيف تسمى هبه او منحه وليست راتب. يعني هنا التسميات، لذلك نحن نقول بالفعل ان اليونيسيف ليست مجبره او ملزمه بدفع مثلا الرواتب، فبالتالي هي ادعت، انا اقول ادعت يعني أو أعلنت إفلاسه بهذا المعنى. اليونيسيف تقوم بتوزيع الرواتب على جميع المعلمين في الزعتري وفي مناطق درع الفرات حاليا وفي تركيا، في كامل تركيا. يعني في عنا أكثر من 13,000 مدرس في تركيا موجودين، وهم يأخذون المنح، لا سميها الرواتب والهبات، من اليونيسيف. ومنذ شهر أو أقل من شهر، يعني هذا الشهر، في منتصف هذا الشهر تم رفع راتب المعلم، يعني كان 1300 ليرة أصبح 1600 ليرة في تركيا. طب هي مفارقة، يعني كيف يمكن بالضبط كيف يمكن أن تعلن إفلاسها أو عدم تمويلها في دولة ما
وبنفس الوقت يزيد الراتب بدولة أخرى. يزيد الراتب في دولة أخرى. أعتقد أخذنا هذا الموضوع حتى بلم الشمل يعني، وكان في أحد الأساتذة وذكر هاي المعلومة إنه زيادة الراتب، ولكن هو أوريدي ما بيكفي يعني. راتب هو قليل. هو ما يكفي ما يكفي، لكن الآن نتكلم عن الفكرة. في حال مثلا توقف الدعم، وهي منظمة يونيسيف يعني لها مكاتب في الأردن، مكتب في تركيا، مكتب في أي مكان آخر، لكن الإدارة المركزية جميعها واحدة. اليونيسيف يعني واحدة. خلينا نقول هاي النقطة لسيدة ديما، هل عندك يعني جواب واضح عن هذا الموضوع أنه هو توقف فقط مكتب نعم. خاص باليونيسيف بالأردن والزعتري، ولا الأمر يشمل اليونيسيف عموما؟ لا، هو أمر طبيعي جدا، هو أمر طبيعي جدا، بحيث أنه مكتب اليونيسيف في الأردن يقوم بتقديم مقترحات لمشاريع على مستوى العالم، حتى تقوم الدول أو بعض المنظمات الأخرى بتمويل هذه المشاريع ضمن هذه الدولة. بمعنى تستطيع اليونيسيف في الأردن أن تحصل على تمويل بمقدار 100 مليون دولار بخصوص اللاجئين السوريين، ولكن اليونيسيف أو فرع اليونيسيف في تركيا لن يستطيع الحصول على نفس المبالغ من دول أخرى أو من ذات الدولة التي قدمت للأردن. نعم، هنالك فرق بين المنح التي تقدم لليونيسيف في الأردن للمنح التي تقدم لليونيسيف في سوريا، في لبنان، في العراق، في فلسطين. نعم، هنالك فرق جدا بين الممولين في في طيب ديما بدي يعني اتاكد منك من معلومات، اذا يعني عندك ارقام او الهيئات الاخرى، اذا عندك ارقام او احصائيات بالضبط عدد المدرسين، وهل هن مدرسين او مساعدين مثل ما ذكر مدرسين، وعدد الطلاب او المدارس اللي توقفت، عندك شيء ارقام نعم. دقيقه؟ نعم، الـ في مخيم الزعتري تحديدا يوجد 29 مدرسه يضم فيها 1147 معلم أردني وسوري، من ضمنهم 675 معلم سوري. هلا ضيفكم الكريم نوه على الفرق بين المصطلحين. نعم، هنالك فرق في المصطلح بين المعلم، حيث أن المعلم الرئيسي الذي يقوم بإعطاء المادة التعليمية هو معلم أردني ذو جنسية أردنية، أما من يقوم بمساعدته وبمساندته كما وصلني من أحد المعلمين المساندين سوري ذو الجنسية السورية، بالغالب هم يقومون بمساعدة المعلم في أداء وظيفته ودعم في حال غيابه أو التصليح أو يعني أداء الرقابة والتنظيم على الحصص الدراسية فقط لا غير. نعم، هنالك فرق بين المعلم الرئيسي الذي يقوم بأداء المنهاج التعليمي وبين من يقوم بمساندته ودعمه خلال الفصل الدراسي. طيب سيدة ديما، بس وجب التنويه قبل ما أرجع لسيد ناصر، شو الفرق أو خلينا نقول يعني بالنسبة عم تحكي معلومات عن موضوع المدرسين، المدرس الأردني هل راتبه يؤخذ من اليونيسيف أم من الحكومة الأردنية؟ لا، الطرفين بيتم التعاقد معهم من قبل اليونيسيف، ولكن الفرق أن اللاجئ السوري كما تفضل الضيف الكريم بأن هنالك ليس هنالك يعني عقد توظيفي من خلاله شخصيا، يعني يكون من خلال الموارد البشرية لليونيسيف والشخص المعني. لا، هناك مؤسسات تقوم، مؤسسات دولية داخل المخيم تقوم بتنظيم عملية التوظيف داخل المخيم من مؤسسة إلى مؤسسة، بحيث أن هناك مؤسسات تقوم بإعطاء على التخصصية ومعلومات والوثائق الممكن حتى يقوموا بإدراجهم لسجل المقابلات والعمل معهم والتزامهم ضمن المتطلبات المرادة في 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 سياق التعليم على سبيل المثال. نعم نعم سيد، ليس بالضرورة أن تقوم هذه الإجراءات تمام. مع المعلم الأردني. ديما يمكن شوي صوتك عم بيقطش، رح نرجع لك أكيد. خلينا ولكن نحكي بشكل عام، أنك ذكرت عن المخيمات الموجودة بالشمال السوري والتدريس في تركيا وكثير مناطق، خلينا نحكي هيك مسح كامل عن الموضوع، كيف ممكن تكون هلأ الأوضاع التدريسية بهي المخيمات، سواء إذا نعمل مقارنة بين الزعتري أو الشمال السوري أو إلى ما هنالك من المخيمات موجودين السوريين فيها؟ بالنسبة للتدريس في المخيمات، الصفات العامة بشكل عام يعني تأتي بالدرجة الأولى إذا 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 وضعنا أو شكلنا هرم، يعني ما على الدرجة الأولى المدارس الموجودة والمؤسسات التعليمية السورية الموجودة في المخيمات التركية، يعني طبعا لأنه مؤمن لها كل شيء تقريبا، القرطاسية بالمجان، المنهاج
طبعا ومنهاج ايضا حتى كتب منهاج يعني معظم الاحيان كتب فائضه تكون موجوده. المدرسين موجودين طبعا مدرسين الاصلاء السوريين الذين يدرسون الماده. تدريس ايضا اللغه التركيه الذي دخل منذ اكثر من سنه ونص. وايضا اقامه المعارض اقامه النشاطات والانشطه بشكل عام ايضا للمخيمات التركيه. تاتي بالدرجه الثانيه المخيمات الموجوده في الشمال السوري. كذلك شمال السوري في عندنا منطقة درع الفرات التي تشرف على المؤسسة التعليمية فيها تركية أيضا، فهي تعتبر جيدة نوعا ما، وخاصة التجمعات المخيمات الموجودة في عزاز وجرابلس، يعني فيها أكثر من 21 تقريبا مدرسة. تأتي بالدرجة الثانية أيضا من ناحية الخدمات بشكل عام، وهي أفضل من البقية الموجودة وخاصة موجودة في ريف إدلب، في شمال إدلب مثلا مخيم أطمة وفي مخيم خربة الجوز وغيرها، لأنها تعاني من بعض الإشكالات وخاصة ما يتعلق بموضوع التسرب، موضوع عدم وجود مدارس في نفس المخيم، مما يعني يسبب حالة من التأخير وكذا. لذلك نرى الكثير من الطلاب مثلا لا يحبذون الذهاب إلى المدرسة، والكثير أيضا من المشاكل منها مادية منها اجتماعية منها سياسية أيضا، وخاصة بمنطقة التابعة لإدلب، يعني الخوف أحيانا من القصف وما هنالك. يعني وإذا رحنا باتجاه المخيمات في الأردن مثلا، مخيم بالأردن يعني بتصوري وحسب يعني اطلاعي حول الموضوع، يعني تعتبر من حسب الهرم اللي تكلمت عنه، يعني في قاعة الهرم وبالذات مخيم الزعتري، من جميع على فكرة من جميع النواحي وليست فقط من الناحية التعليمية أيضا. حضرتك ميال ذكرت قبل شوي يعني المفارقة أنه اليونيسيف في تمويل بمحل وفي نقص بتمويل بالأردن، هل تتفق مع الفكرة اللي طرحها البعض بأنه هناك ربما أسباب غير وقف التمويل قد تكون وراء ذلك؟ طبعا سياسية؟ هو أسباب سياسية بالدرجة الأولى، وهذا الشيء يتجلى يعني كل ساعة عم تبين معنا الدعوات الروسية وفتح المعابر. فتحوا تقريبا 3 معابر ما بين سوريا والأردن ولبنان من أجل عبور اللاجئين الموجودين. طبعا هذه الخطوة التي قامت بها بين قوسين اليونيسيف، لأن اليونيسيف لا يمكن أن تقوم بهكذا خطوة، أن تمنع الدعم أو منح الدعم إلا بالتنسيق مع وزارة التربية الأردنية حصرا. وزارة التربية الأردنية تقول قفوا يتوقفون، أما لا تستطيع منظمة اليونيسيف أو مكتب منظمة اليونيسيف أن يتصرف منه لحاله، يعني أنه يجي مثلا بيعطي رواتب أو بيعطي المنح للمدرسين الموجودين على أرض المملكة الأردنية، لا يمكن إلا بالتنسيق حصرا مع وزارة التربية الأردنية، كما يحصل أيضا هنا في تركيا. يعني الآن موجودين المعلمون والطلاب موجودين في المدارس، لا يمكن أبدا التواصل مع إن كان مفوضية الاتحاد الأوروبي أو مع اليونيسيف إلا بالتنسيق مع التربية التركية، لأنه على أراضي الدولة. رح نرجع يعني نسأل ضيفتنا عن هذا الموضوع، موقف الحكومة الأردنية ووزارة التربية أيضا والتعليم الأردني، لكن بعد ما نتابع مع المشاهدين المعلومات التالية حول أوضاع التعليم في مخيم الزعتري.
سيدة ديما، أشار ضيفنا لموضوع الوزارة التعليم الأردنية، ما هو موقف الحكومة الأردنية تجاه ما حصل؟ هل هناك رد فعل؟ حتى هذه اللحظة لم يكن هنالك أي بيان رسمي إن كان من وزارة الخارجية الأردنية أو حتى وزارة التربية والتعليم الأردنية. يعني اكتفت حتى الصحف الرسمية والمواقع الإخبارية في الأردن بتداول البيان الذي أصدرته منظمة اليونيسف في الأردن فقط لا غير. نعم سيد عبد الناصر، يمكن كان عندك تعليق على الموضوع. يعني حتى قبل التقرير كنا عم نقول انه السيده ديما قالت انه الاردن ياخذ الراتب تبعه من اليونيسف رغم انه هو ما نلاجئ. باعتقادي انه لا، ليس من اليونيسف. حتى هنا المدرسون الاتراك المتطوعون ايضا، يعني بينهم وبين مفوضيه اتحاد اوروبي عقود، اما اليونيسف تعطي فقط اللاجئين الموجودين. أنا باعتقادي حتى بالنسبة للمدرسين الأردنيين يتقاضون رواتبهم من مفوضية الاتحاد الأوروبي بشكل عام. ثم يعني إلى هذه اللحظة قبل قليل قالت الضيفة بأن من خلال البيان الذي أصدرته اليونيسيف لم تصدر بيانا حتى هذه اللحظة بموضوع، يعني بشكل قرار أو بشكل موجود مطبوع أو مكتوب، أبداً بهذا الخصوص. ما حصل هو عدم تجديد للعقود. أبداً بالضبط. ثم أن هذا القرار يعني كما تفضلتم قبل قليل بأنه مرتبط بقرار سياسي آخر يتعلق بعودة المهجرين الموجودين في مخيم الزعتري، يعني من أجل أن يبينوا للعالم المجتمع الدولي، من أجل أن يبين العالم بشكل أو بآخر بأن اللاجئين يعني يعودون بشكل طوعي وليس بشكل قسري. عندما يتم التضييق عليهم بالتالي هم يعني سيبحثون عن مناطق يعني يتوفر فيها التعليم، يتوفر فيها ايضا هذه المنحة التي كانوا يستفيدون منها المعلمون في مخيم الزعتري، الان توقفت، فبالتالي سيبحثون بشكل او باخر عن وسائل وسبل اخرى من اجل تحصيل يعني لقمه عيش. ولكن يعني دائما اي شيء عم بيصير مع السوريين ببلاد اللجوء مثلا كثير مواقف حصلت قبل ودائما في تخوف، يعني اي موقف بيصير بيقولوا انه لانه بدهم يرجعوا السوريين على بلادهم. هل برايك هذا تخوف زايد عن حده ولا هو امر طبيعي؟ هلا هو التخوف هو مبالغ فيه يعني نوعا ما. جميع القرارات والاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية المتعلقة والقوانين المتعلقة باللاجئين تمنع منعا باتا إعادة أي مواطن أو لاجئ إلى مناطق أو منطقته أو بلاده الأم طالما توجد في حروب أو يعني إذا كان مثلا حالة معارض أو حالة إنسانية لجوء إنساني، لا يمكن إعادته بشكل قسري حسب جميع الاتفاقات الدولية. طبعا بس يعني ليس الجميع اولا مسجل كلاجئين، حتى يعني تقريبا نصف الموجودين بالاردن ليسوا مسجلين كلاجئين. سيدة ديما، طيب الخطوات القادمة، الحلول ما هي الخطة البديلة الان؟ تحرك رسمي او ما شابه؟ يعني شو مصير هؤلاء المدرسين من ناحية وايضا الطلاب اللي راح يضلوا يمكن بدون تعليم؟ بس بعد إذنك تعيد السؤال بس لأنه كان الصوت شوي بيقطع. ما هو القادم؟ ما الذي ينتظر هؤلاء سواء المدرسين أو مصير الأطفال اللي قد يبقون بلا تعليم؟ تمام. للأسف لا يوجد هنالك أي رؤية واضحة للمستقبل. ما زالت يعني كنا أكثر تحديدا في موضوع اليونيسف من منح إعطاء المعلمين أو حتى مساعدين المعلمين رواتب، لا يوجد هنالك أي يعني ملامح مستقبلية لوجود واستمرار هذه العملية. أما بما يتعلق بجزئية الأردن، موقف الأردن بوجهة نظري هو واضح جدا من خلال يعني الأزمة الاقتصادية بالوضع الطبيعي الذي تعيشه الأردن نتيجة البطالة والفقر وارتفاع المديونية والمشاكل التي يعني يعيشها بحكم ظروفه الخاصة. للأسف المجتمع الدولي لا يتحمل الأعباء مع الأردن بشكل خاص ومع الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين. من المعيب أن نرى هنالك عبء إنساني لا يتحمله الجميع. من المؤسف بأن الأطفال والنساء وحتى الشباب سيقومون بتحمل هذه الكارثة حتى هذه اللحظة فقط،
ليس هنالك من متأثرين أو متضررين غيرهم. يعني الحكومة الأردنية ستترك الجميع لمصيره؟ لا أستطيع أن أرد بصفة الحكومة الأردنية يعني أو الدولة نتفهم. الأردنية حضرتك مالك أكيد لست بصفة نعم صحيح لا أحمل الصفة الرسمية، ولكن كل السيناريوهات اليوم تقول بأن هنالك عجز من قبل الحكومة الأردنية لإدارة مواقفها وأزماتها الخاصة، فما بالك فيما يخص أزمة اللاجئين السوريين. طيب سيدة ومن سيدة خلال آخر شهرين نستطيع سيدة ديما عم تسمعينا؟ نحن ما عاد نسمعك، يمكن رجع صوتي قطع شوي، رح نرجع لك أكيد. خلينا نحكي بس هيك لمحة عن الموضوع، يعني برأيك أنه المبادرات الأهلية اللي عم بتصير مثل ما قبل فترة صار لما صار في نزوح من الجنوب السوري إلى الأردن، كان الشعب الأردني كتير مضياف وعمل حملات لاستقبال السوريين، هل برأيك ممكن للشعب يقدر يضغط على الحكومة أو يضغط دوليا على هذا الموضوع ويقدروا يعني يحافظوا على الوجود السوري بالأردن؟ يعني بتصوري يعني لن يكون هنالك حراك كالحراك الذي يعني يشابه الحراك الذي حصل حين نزحوا من درعا مؤخرا، لأن موضوع يعني مثل ما تطرقنا أساسا لن يعني ما راح يفرق معهم زيادة بالنسبة للشعب الأردني طبعا الشقيق. نحن نتحدث الآن عن موقف الحكومة الأردنية، موضوع الشعب الأردني يعني ليس بيده حل أي شيء، وخاصة ما يتعلق بهذا الموضوع بالذات. يعني ليس بإمكاني أساساً قسم كبير من هذا الشعب عندما قام الحراك منذ فترة يعني في بسبب الإشكالات الاقتصادية والضرائب وغيره، يعني قسم كبير من الشعب الأردني يعاني من هذه المشكلة. فيعني برأيي أنه يطالب بحقوقه قبل أن يطالب بحقوق السوريين. السوريين أو السوريون الموجودون في دول اللجوء يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عام من أجل إنقاذهم، وليست الشعوب الموجودة أو الشعوب المستضيفة بالضبط يعني الذي يعيشون يعني بين ظهرانيها. يعني خاصة أنا الشعب الأردني الله يكون بعونه أكثر. النقطة المهمة المتعلقة بالمعلمين الموجودين بمخيم الزعتري طبعا الذي يتجاوز أكثر من 100,000 لاجئ يعني الآن، وهو أكبر يعني هو أكبر مخيم موجود في دول اللجوء وثاني أكبر مخيم بالعالم مخيم الزعتري. فإحنا نتكلم عن مدينة كبيرة، يعني على سبيل المثال مدينة كلس يعني ولاية كلس عددها 100,000 بالأساس، فنحن نتكلم عن مدينة كبرى يعني. فهنا مشكلة في أنه كل معلم من هذول المعلمين من هؤلاء المعلمين يقوم بإعالة عائلة كاملة، فالموضوع راح ينعكس على جميع الموجودين بالضبط صحيح. وبالتالي هذا ما سيدفعهم إلى التهجير القسري، هو تهجير قسري سيكون وليس طوعي. هاي النقطة نرجع لك ديما فيها، هل هناك رأي شارع الأردني؟ هل هناك مزاج عام اتجاه انه خلينا السوريين او جزء منه على الاقل يرجعوا لسوريا؟ هل هناك مزاج عام يعني مشابه لهذا الكلام؟ الاراء في الاردن تفاوتت بين مؤيدين ومعارضين للفكره. من مبدا في حال انهم كانوا من المؤيدين يجب ان تكون طوعيه، ومن يريد العوده الى بلده فله الحق في ذلك بطريقه امنه وهنالك مسكن امن يستطيع ايواءه، لان بالأساس هم خرجوا من بلادهم نتيجة عدم ضمان لأمان على حياتهم، ولا يوجد هنالك حياة كريمة تنتظرهم. فالأساس في فقدان هذه الحقوق هو من يجعل بعض الشعب الأردني مع أو ضد، بالإضافة إلى أن هنالك اعتبارات سياسية نتيجة هذا القرار. فهنالك تجد أن نعم أنا مع أن يعود السوريين إلى وطنهم لأن النظام ما زال قائم وأن الحياة مستمرة في سوريا ويجب أن يعودوا إلى أراضيهم، وهنالك مجموعة لم تنتهي بعد الحرب وهنالك خطر على حياتهم. ولكن بالحالتين يعني نستطيع القول بأن الشعب الأردني برغم ظروفه الاقتصادية الصعبة والأزمة التي يواجهها يعني لن يكون هنالك
الدفع باتجاه إخراج السوريين اللاجئين والمقيمين خارج حدود المخيم من مغادرة الأردن قصرا أو نتيجة للتضييق على حياتهم إن كان في المخيم أو خارجه. وبالتالي الرؤية العامة بهذا الاتجاه وبهذه الصورة. كان واضح يمكن الشيء بالمبادرات اللي كانت آخر فترة بعد النزوح من درعا. صحيح. أكيد بيضلوا أخوة صحيح. يعني وتمنياتنا طبعا حل المشكلة التعليمية بأقرب وقت. خلينا مشاهدينا أذكر قبل الختام بسؤال حلقتنا لليوم، هل تعتقد أن فصل المدرسين في مخيم الزعتري خطوة لإجبار اللاجئين فيه للعودة إلى سوريا؟ بالحقيقة 87% من المصوتين على صفحتنا قالوا نعم، يعني يتوقعون أنه نوع من الضغط هذا على اللاجئين من أجل العودة، في حين 13% فقط قالوا لا. في تشاؤم للاسف من هذا الموضوع، يعني شيء مزعج، شيء مزعج ومقلق بنفس الوقت. هلا احنا ما عندنا مشكله انه انتهينا، لا متابعين نحن على الهواء. عفوا يعني ولا يهمك، لا تعليقك اكيد مو مشكله. يعني نحن يعني ليس لدينا مشكله ابدا بالعوده الى سوريا، لكن يعني لدينا مشكله مع وجود النظام في سوريا. صحيح. يعني ما في واحد منا ما يتمنى انه يرجع اليوم قبل بكره، لكن ليس بهذه الطريقه بعد انتقال السياسي. بالضبط. بدنا نشكرك اكيد. كنت معنا احمد طلب الناصر، كاتب وباحث في الشؤون التعليميه، وايضا شكر موصول للناشطه الحقوقيه ديما الخرابشه. شكرا للمعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا لك. رح نروح لفاصل وبعده بنتابع فيلم الشمل.